أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا اتخذوها هزءا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون هل تنقمون منا إلا
أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون
والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك
ذلك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. جزاكم